Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de La Balle à notre façon. Aujourd'hui, on va discuter ensemble les matchs d'hier entre la France et l'Argentine, Uruguay et Portugal. Et maintenant, je vous présente Mehri Mansour et Saïd Ben Nagdi. Bonjour Mehri. Bonjour Tony. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, tout va bien. Hi Saïd. Ouais. Tout va bien? Ouais. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. شو بقول يا مستر غربين؟ لا ما في. ما أنا فرنسي الأصل. طول عمري فرنسي أصلاً أنا يعني بقالي كتير بشجع. أنا شايفك بتتحول يعني كل حلقة على. ألماني مش كان ألماني؟ على القلب. ألمانيا باي باي بقى. ألمانيا. لا. فيف لا فرانس. علي البلو. كيف كن اليوم؟ تمام. كله تمام. لازم نبلش بهذه الطريقة يعني خروج اثنين من أعظم لاعبين كرة القدم بيوم واحد صعب وقبله محمد صلاح صح فصعب فرنسا رح هي الفرق الكبيرة دايما بتطلع هو جريزمان بس اللاعب الكبير اللي يوصل للنهائي ويكسب ونيمار فرنسا رح تقابل الأورغواي بالربع نهائي ورونالدو رح يقابل ميسي على المطار طيب أول شيء قبل ما نبدأ بتحليل المباريات خلونا اليوم نرحب معنا بميري منصور كيفك ميري؟ تمام كل مرة بعمل فيكم نفس الشيء شو الأخبار؟ الحمد لله جيمات مبارح كانت مولعة سبع أهداف مباراة واحدة مع فريقين هالقد قوية عن جد كان جيم كتير حلو لا كانت مباراة لا المباراتين بتوع امبارح صراحة كانوا ممتعين يعني صحيح يعني صحيح. كان الواحد حابب إن هم يبقوا في تعادل عشان يلعبوا جيم يعني يلعبوا أوفر تايم 100% ساجد انت كيفك اليوم قال انت اكيد كثير مبسوط بالنتيجه طبعا قلت لك 4 قلت لي 4 ساجد قال 4 لفرنسا هلا قال 4-0 يعني نص اللي قلته صح انا أربعة. اول ما جت 2-2 قعدت ادعي ان هي تفضل تفضل على كده 2-2 بقى وبلانتيات ايه لا كانت جيم كتير حلوة وكانت جيم على اعصابنا يعني ما كان في ابدا دف ولا اي فريق بتقول ممكن انه هيدا اللي يفوز على هيدا كان في كرة الارجنتين في الاخر كانت اخر ثانية يلا قبل ما نبدا التحليل مع بعض ونحكي شوية سوشيال ميديا اول شيء بدنا نقول خبر محزن كمان اصاب الكرة المصرية اللي هو وفاة بنزيما المصري لاعب الاتحاد السكندري خلال مباراة خيرية بسكتة قلبية كمان هيدي بنفس الاسبوع تاني حاله وفاه بالرياضه بمصر كمان بندعي له بندعي لاهله كمان بالصبر ومنعزي كمان الشعب المصري وكره القدم المصريه وهلا رح نبدا بتحليل على طريقه اول جيم رح نبدا بتحليل اليوم هو الماتش الابرز اللي كان امبارح بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني مباراة مليئة بالأهداف مباراة شيقة كتير من 1-1 ل2-1 ل2-2 ل3-2 ل4-2 ل4-3 لفرصة 4-4 على آخر ثانية على آخر ثواني المباراة كانت حلوة كل اللعيبة كانت عم تلعب بشكل حلو وشكل ممتاز خاصة دي ماريا مثل ما حكينا أنا وأنت عن جد كان يمكن شايل الفريق كله على كتافه خلينا نحكي شوية ديتيلز أكتر مع ساجد ونشوف أول شيء ليه في هالقد كان عدد أهداف هل لأنه كان الدفاع ضعيف ولا لأ لأنه كان كل الهجوم كان هو خلص لعب هجومي كان على للفرقتين أو الهجوم كان قوي للفرقتين طبعا الهجوم أول شيء بلش على اللبناني يكسر شوي إيه الهجوم خلت الكلام كده الهجوم اللبناني لحظة أنا نسيت بالحلقة الماضية كمان نكون شغل عسيرة الهجوم اللبناني نحن مزبوط إنه لبنان ما شارك بالمونديال مش لأن نحن بعرف نحن كنا مشغولين بقصص تانية يعني قالوا لنا تعوا قلنا لهم مش فاضيين بس أنتوا عارفين إنه لبنان كان فاز على ألمانيا لو لعب لأنه لبنان فاز على كوريا وكوريا فازت على ألمانيا فلبنان كان فاز على ألمانيا نفس تفكير حد أعرفه استاذ الكبير مرتضى منصور خلص مش هن فازوا نحن فزنا عليهم نحن كنا فزنا على المانيا انا كسبت بطل الدوري بقى انا يلا تفضل فطبعا هجوم فرنسا وهجوم الارجنتين مش عارفه اكمل الجمله الهجومين اقوياء جدا طبعا يعني احنا شفنا مع سان باولي اخيرا حط انخيل دي ماريا شفنا دي ماريا فرق بشكل كبير مع منتخب الارجنتيني طبعا لعيب متميز جدا بس انا يعني دي جامس المدرب الفرنسي طبعا يعني عندي عايز اعقب حاجه ليه في مباراه حط بول بوجبا اللي هو بيميل للعمق اكتر وصانع العاب اكتر حطه على الطرف وماتويدي اللي هو المفروض يتحط على الطرف ما حطوه للعمق يعني ولا ده قد في مكانه ولا ده قد في مكانه فكانت في لخبطه كبيره في نص الملعب يعني انا هنا بوجبا وماتويدي ليه اخلي ماتويدي هو اللي هنا وبوجبا مزنوع على الخط هنا او هنا فكان المفروض هو بوجبا اللي يبقى في النص عشان يشغل لك اللعب احنا شفنا
يعني هي الجون اللي جه من ركله الجزاء ما كانش في حد بيشغل اللعب قوي. الجون الاول طبعا الفرنسي من ركله الجزاء ما كانش في حد بيشغل اللعب ويصنع اللعب لمبابي وجريزمان وجيرو. فبول بوجبا في الشوط الثاني دخل للقلب قدر يوصل كور لخط هجوم فرنسا وبالتالي عرفنا نسجل. من عرفنا بالجمع يعني هو نفس الحاجه بتاعت حلقه اللي فاتت عرفتوا تسجلوا ايه؟ عرف المنتخب الفرنسي يسجل اهداف كتير ومنتخب الارجنتين يعني ما استسلمش بعد ما سجل فيه الهدف. منتخب فرنسي ريح وده عبد ديدي شمس انه بيريح ما بيكملش بنفس الضغط والاندفاع اللي بيبدا بيه المباراه فبيريح. شفنا في مباراه استراليا برضو عمل كده وكان هيجي في جوان كتير. فالارجنتين اول ما استغلت ان فرنسا ريحت وخدت راحتها خلاص في الملعب قدرت تمسك كوره وليونيل ميسي بدل ما هو كان بيلعب مهاجم وهمي بدا ينزل لتحت. بس لما ميسي نزل لتحت ما لقاش حد يوصل له كره لقدام فكانت فيه امور صعبه هي اللي عطلت منتخب الارجنتين انه يسجل. فامور كانت صعبه جدا على المنتخب الارجنتيني طبعا انه يسجل. وبرده سان باولي ما بيحطش ولا ديبالا ولا هيجوايين ولا اللعيبه دي بيعتمد على اللعيبه اللي جايه من الارجنتين مثل ما عم نشوف هلا بالصور. ميسي راسه بالارض متضايق ظهر من المباراه ظهر من الورد كاب عفوا. فالسوشيال ميديا رجعت ولعت مثل عاده دائما لما بيلعب ميسي ورونالدو بنفس اليوم السوشيال ميديا دائما بتبقى لانه معظم محبي كره القدم بيختاروا دائما لاعب من هاللاعبين وبيقول انا بحب ميسي انا بحب رونالدو. طبعا هلا دخول محمد صلاح بعالمنا العربي اخذ من حب كثير جماهير ميسي ورونالدو. بس امبارح اثنيناتهم مع بعض والنوك اوت كانت اسامي كبيره طبعا وده اكبر دليل انه وصل التويتس على المباراه بتاعت الارجنتين وفرنسا فوق 3 مليون اكثر هلا اكثر كان 2.5 مليون اكثر مره المانيا وكوريا هلا صرنا تقريبا 3 مليون تويت ارجنتين وفرنسا هاشتاج. لا طبعا اسامي كبيره وميسي مش شخص مش لاعب قليل علشان ما يبقاش عليه يعني الضوء الضوء فعلا عليه يعني ما كانش حد يتمنى ان ميسي يطلع في مباراه زي دي وبعد اهداف زي ده وماتش كان سخن وكان ممكن هم يتعادلوا ويعوضوا بسرعه. بس يمكن اللي طفى نار شويه الجمهور الارجنتيني او جمهور محبي ميسي يعني خروج رونالدو بعد يعني اربع ساعات بالظبط وهدى برضو نفسيات المصريين يعني ومحمد صلاح يطلع وهم لا يعني الحته دي يعني نفسيا كده تحس ان هو ايه عادي يعني كل الكبار بيطلعوا فما فيش مشكله. اما رونالدو وميسي راحوا قعدوا جنب صلاح وكروس بس هو سبقهم بطياره تانية. شو صار على السوشيال ميديا غير اخبار؟ عندنا مبابي اتبرع بكل المكافآت بتاعته بتاعت التأهل للمونديال في الماتش ده المباراة ده لأعمال خيرية وقال أنا ما أحبش أن أنا أخد عائد مادي في حاجة بتخص لبلدي أو الوطني فاتبرع بكل المكافأة المالية بتاعته. حلو لفت حلو يعني ما بده ياخد مصاري لأنه مشارك مع منتخب فرنسا فاتبرع فيهم بالضبط كده. حلو لاعب ما شاء الله عليه يعني في مستقبل كروي كتير كبير لهاللاعب وده دي لفته حلوه ان هو اللاعب مش بس هدفه يبقى ماديا لا انا بشرف نفسي وبشرف بلدي أكيد صحيح. وفي نفس الوقت لما بنعمل خير الخير بيعود لنا فدي حاجه كويسه منه. طيب ماسكيرانو شو صار معه؟ للاسف اعتزل دوليا اعلن اعتزاله رسمي ان هو اعتزل دوليا فمش هيبقى متواجد خالص مع منتخب الارجنتين بعد هالقد. ماسكيرانو قد ايه كان صار قد ايه كان عمره؟ 34 يعني اوريدي اصلا يعني كانت المفروض يعني كمان كان على اخر يعني ما كانت مفاجاه كبيره. بس اللي استغربت منه اعتزل لوكاس بيليا يعني لوكاس بيليا لسه 32 سنه وكان متميز بس ما اعرفش اعتزل ليه اعتزل دوليا بس هو مع الميلان ماشي بشكل حلو يعني. طيب قبل ما نقفل البارت تتوقع مدرب الارجنتين يكمل مع الفريق؟ تتوقع مدرب الارجنتين كمان ما اعتقدش اي منتخب مدرب بتاعه ما انجزش معاه في حاجه ان هو يكمل مع المنتخب بتاعه بس الا نوادر يعني. هل هيدا الشيء سليم؟ هل هيدا الشيء سليم؟ يعني شفنا مع يوكيم لوف اول ما استلم الفريق ما تاهلوا ده خرجوا اعتقد نص نهائي ولا ربع نهائي ووقتها كملوا معه الالمان لا اخذوا من بعد الورد كاب من اربع سنين. هي مش برايكم انتوا انه كمان اذا الكوتش ضل موجود مع الفريق بيكون صار يعرف اللعيبه اكثر لو حتى عمل نتائج ما افرحت الجمهور برضه لازم يضلوا عليه
ولا لازم دغري نغير؟ هو يعني هو ممكن يديله فرصة، بس هي الفرصة دي يعني طب وبعدين، طب افرض عمل نفس النتيجة تاني يعني. هو انا بالنسبة لي لا، ما يكملش، لازم يتشيل دغري. بس انا حاسس ظاهرة ان المدربين الوطنيين للمنتخب اللي بيدربوه بيعملوا نتائج متميزة. يعني خواكيم لوف في المانيا درب المانيا خد معاهم كاس العالم، ديلبوسكي 2010 درب اسبانيا واسبانيا خد معاهم كاس العالم، ديدييه ديشامبس دلوقتي في منتخب فرنسا، اقوى المنتخبات اللي مرشحه انها تفوز كاس العالم. حتى نبيل معلول بغض النظر عن الخساره وكده، بس كان بتحس كمان من قلبه عم يلعب. صحيح. مدرب برازيلي طبعا مدرب متميز جدا، بيبقى قلبه على وطنه اكيد اكتر من اي حد غريب يعني. طيب خلينا نقفل البارت لانه تاخرنا، نرجع بنكمل التحليل بالبارت اللي جاي. انطروا. ورجعنا معكم بعد البريك. كنا عم نحكي مع ساجد وميري قبل البريك عن الكوتشز اللي بيفشلوا بانه يوصلوا منتخباتهم لادوار متل ربع نهائيه نص نهائيه، انه لازم يستقصوا ولا لا. كنا عم نقول انه ممكن كانوا يضلوا، فساجد كان عم بيقول انه معظم المدربين اصحاب جنسيه البلد اللي عم يلعبوا معه، من فرنسا للبرازيل لالمانيا. هلا المانيا طبعا الكيس اللي هلا يعني سائبت بهذا الورد كاب، بس من 4 سنين اخذوها مع يواكيم لوف نفسه، ومن قبله وصلوا كمان على الفاينل وخسروا وقتها قدام مين؟ اسبانيا صح؟ المهم بدي اسالك انا هلا سؤال وارجع اسالك اياه هو ذاته للسؤال. بال 2010 مين اللي خسر قدام اسبانيا؟ المانيا. لا قدام ما هي ربحنا على الارجنتين 2014 واخذنا الهيدا، بس اسبانيا كسبت في النهائي 2010 ولا 2006؟ لا في النهائي بتاع 2010 كان اسبانيا هولندا، لكن خرجوا بالنص نهائي. اه طيب ماشي، مش هيدا الموضوع. المانيا قويه وخلص، هذا اللي احنا كلنا متفقين عليه. اوكي. في حته المدربين كمان كان يعني سان باولي هو مدرب من جنسيه تشيلي، ولما مسك تشيلي خد معهم الكوبا امريكا. مظبوط. وهلا مع الارجنتين مش عم يلعب. مظبوط. يمكن في عندي دفاع وطني وحس وطني. مهم، السؤال المهم بدي ارجع اطرحه عليك، من بعد ما هلا تم اقاله هيكتور كوبر، تمام؟ اذا بدي احكي بوجهه نظرك انت وحتى وجهه نظرك انت، اليوم اذا في مدرب مصري لازم يستلم الفريق، مين لازم يكون بنظرك وليه؟ بس هو امر صعب جدا اتحاد الكوره. ليه؟ لان اتحاد الكوره دلوقتي بيتحاير ما بين حاجتين، يجيب مدرب اجنبي عنده خبره في كاس العالم، بس ممكن ما مستر كوبر برضو كان عنده خبره في الدوريات الاوروبيه، بس مش مصري عشان يلعب بروحه زي المدربين اللي احنا اتكلمنا عليهم، بروح الفانيلا زي ما كنا بنقول، زي المدربين اللي احنا اتكلمنا عليهم. يا اما يجيب مدرب برضو بيلعب بروحه بس ما عندوش خبره، فدي حاجه صعبه جدا يعني، ما عندوش خبره ان هو درب فرق اوروبيه. يعني شفنا احنا مش بنشوف مدربين مصريين بيدربوا فرق اوروبيه وبيعملوا حاجه طبعا، فهتبقى امر صعب جدا. طيب بس بهيدي الطريقة كمان تهربت من الجواب، يعني ما اعطيتني اسم، انا عارف انه صعب، طبيعي يكون صعب، بس اليوم انت كساجد، اليوم اذا اجى حدا سالك قال لك يا ساجد انت متابع الدوري المصري وعارف كل اللعيبة وعارف كل الديلز وعارف كل المنتخبات، وهذا الشيء اللي انت تتميز فيه بهالعمر كمان. فاليوم انت برايك مين بيستحق يدرب لو ما عنده خبرة بس برايك ممكن ينجح، او لا لازم يجيبوا حدا عنده خبرة بس كمان اعطيني اسم. هلا المدرب الارجنتيني كمان قدم استقالته، اذا بدك فيهم يجيبوه يدرب المنتخب المصري. ما بدك يدرب المنتخب؟ ممكن كابتن حسام حسن. انت برايك هو ممكن يعمل نتيجه؟ استاذه ماري، برايك انت مين لازم يستلم الفريق؟ لا المنتخب. انا بفضل ان هو يكون مصري او يعني بجنسيه بلده عادي زي اي فريق، يكون مصري ويلعب وديات بشكل كبير مع كل المنتخبات اللي ممكن يتوقع ان هي في يوم من الايام تقابله في كاس العالم، ويحط كذا خطه لكذا منتخب، يعني يلاعب مثلا المنتخب زي مثلا يلعب الارجنتين يحط له خطتين، يلعب ارجنتين ماتشين ودي ويعرف ايه اللي هيعرف يمشي معاه مع الفريق. بس ده بس كمان مش الفرقه الثانيه مش كمان فاتحه وديات، يعني يمكن اصلا الارجنتين ما بدها تلعب بس وديات يعني، مش شرط، بس يعني على قد ما يقدر يجرب بكذا خطه الفريق حتى اللي معاه هو هيعرف يطلع منه ايه. وبالنسبه للتدريب اسم انا طب ممكن اقول اسمين
عشان انا بحب ارضي الطرفين دايما، او دول بحسهم اللي هيعرفوا يشتغلوا مع بعض. لو في يوم من الايام يعني حطوا مدربين اثنين لمنتخب واحد، انا هقول حسام غالي وحازم امام، لان الاثنين دول عندهم خبره كافيه في اوروبا، وعندهم ثقافه بره بشكل عالي قوي، وفي نفس الوقت هيعرفوا يندمجوا مع بعض فكريا، وهما الاثنين اسامي كبار في كمصر، كمصريين يعني، في اكبر فريقين في البلد. واتمنى فعلا اني اشوفهم هما الاثنين في دويتو تمرينه. طب ما أنا اتمنى كمان، بس ما اجتمعتوا على نفس الاسم حتى، ما قلت اسم ما قلت. اتمنى كمان برضو ان يحصل زي ما قالت ماري، بس لو كان حازم امام، لو كان حازم امام مثلا لما جه الزمالك في الجهاز الفني وكان مثلا مدرب، كان ممكن ياخد خبره. كان لازم حازم امام او حسام غالي بعد ما خلاص بقى اعتزلوا لازم يركزوا في المهنه التدريبيه، علشان برضو نشوف نجومنا ودول اكتر ناس عشره جوه الملعب عامل ازاي، وعارفه اللي قدامهم بيلعب ازاي، وعارفه ايه نقاط ضعف الفرق اللي قدامها او اللعيبه اللي قدامها، ونقاط قوه المنتخب نفسه كمان، او كمان عارفين اللعيبه بالظبط. وحاجه ثانيه بالنسبه مثلا واحد زي حسام غالي، لو اكتر المشاهدين عارفين ان هو ما دخلش المنتخب بسبب ان هو كان رافض ان كوبر هو اللي يمرن المنتخب، لانه خطته دفاعيه، وخطته قديمه والتكنيكس بتاعته قديمه واولد سكول جدا في التمارين والحاجات دي. وفي نفس الوقت يعني كان في هو ضحى بدخوله كمان على كاس العالم بسبب هذا الموضوع، يعني لو رضخ لا تدريبات كوبر كان ممكن كمان يكون عم بيمثل مصر، ويفضل لا يثبت موقف اكتر، وما حبش ان هو يعتذر لل للمدرب او للجهاز بسبب ان هو ما كانش يقصد يعني ان هو يغلط، بس هو لا ضحى بكاس العالم اللي هو كان ممكن يكون اخر كاس عالم برضو بالنسبه له، بس عشان هو عنده حق، او هو شايف من وجهه نظره الفيجن بتاعته هو للمنتخب صح. اللي ما كان متابع هو حسام غالي كان عم بيقول انه منتخب مصر عايب يلعب خطة دفاعية، يعني منتخب مصر عنده الإمكانيات الكافية إنه يكون منتخب هجومي وباقي الفرق تخاف منه، وهذا تاريخ المنتخب المصري بالبطولات العربية أو الأفريقية وإلى ما هنالك، وهذا الشيء اللي خليه يصطدم مع المدرب كوبر، لأنه كوبر عنده خطة دفاعية، فهو قال له يا بلعب هجومي. وهيبقى إنجاز رياضي باحت، يعني إن لما يبقى هما يعتبروا شباب لسه، هما مش سنهم حتى مش كبير، ان هو ما يبقاش فيه رهبه في التمرين وكل حاجه، بس انا من وجهه نظري ان لما زي ما تتمرن مع صحابك احسن ما يبقى فيه مدرب هو عمال بس بيؤمر وانت بتاخد بتنفذ، عشان ما الا حسناتها ولا سيئاتها، مثل ما اذا مدرب كبير بالسن كمان الا حسناتها ولا سيئاتها. بدك تقول شيء؟ عايز اقول حاجه، كابتن حسام غالي يعني من حته عشان ما راحش كاس العالم، يعني ما راحش مع مستر كوبا عشان طريقته دفاعيه، كابتن حسام غالي لعيب هجومي بشكل كبير جدا، بيعرف من اللعيبه وسط الملعب اللي هي لعيب ديفندر وصانع العاب من نص الملعب، ما بيخليش البلاي ميكر ينزل ويستلم وكده، فلعيب كان هجومي اكتر، فما نفعش مع طريقه كوبر، لان طريقه كوبر عايزه كل اللعيبه ال11 لعيب تحت الكوره، فكابتن حسام غالي ما نجحش. قبل ما نكلم التحليل مع ساجد، خلينا نحكي شويه سوشيال ميديا، بسوشيال ميديا على طريقتنا. ماري وصلنا لعندك، هلا شو عندك خبر عن السوشيال ميديا؟ في خبر غريب شويه. اوكي. على قد ما كوريا كانت عامله ماتش حلو مع المانيا ماتش كتير بشيع، ماتش كان ما بينحضر اصلا، ما بيتشاف، بس هم عامه خدوا لك حقك، يعني الجمهور الكوري استقبل اللعيبه بتاعتهم بالبيض، وقعدوا يحدفوهم بالبيض في المطار، وممكن نشوف الصوره حتى. بالرغم من ان هم كاسبين المانيا 2-0 بطل العالم، وبوظوا لهم كل الماكينات بتاعتهم يعني، وصدت خلاص برضه الجمهور استقبلهم بالبيض، استقبلهم بالبيض، ودي حاجه غريبه يعني، ايا كان تفريقك طلع ولا لا، يعني بتستقبله بالبيض ليه؟ ما خلاص يعني، بعدين هو كاسب المانيا اللي هي كانت اصلا ممكن في يوم من الايام يعني بعدين الماكينات ما فيهاش روح، لكن محتاجه تتزيت شويه لكن مثلا الديوك الفرنسويه طبعا فيها روح، طيب ما حدا ينتف لك ريشك. طيب مع انه كوريا معروفين عاده انه كتير ديسنت ومن ناحيه ترتيب وتنظيف الملاعب وهيك، دايما بيفرجونا الصوره الحلوه، يشبقوهم بالبيض، مش يمكن بكره جعانين ولا حاجه. هدول مش انا بقول مش الكوريين اللي يشبقوهم بالبيض، يمكن كان في شويه صحفيه المان
مخبيين مع الصحفيين الكوريين وراح هم اللي شابقينهم بالبيت. بس اكيد في فرق في الشكل يعني. ماري عندك خبر بعده؟ عندي بقى خبر تاني. كابتن مجدي عبد الغني. يا ال... طيب مش تاني عندي بقى. خبر تاني. عندك خبر غير مجدي. كابتن مجدي عبد الغني برضه شوفوا بيقول كان في مؤتمر صحفي هو طلع فيه وبينفي كل ال مؤتمر صحفي تبع اتحاد الكوره. اه مؤتمر صحفي تبع اتحاد الكوره هو ما طلع فيه. أوه. يعني اللي كان عم يحكي هو المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكوره، هو قاعد مع الجمهور ليه قام يحكي؟ يعني الحمقى اخذته تاني. حضرينا الفيديو قبل ما تخبرينا شو صار. لحظة من كلمهم بس على ان انا لا انا ضربت حد ولا انا سرقت لبس عشان الكلام ده كان كلام واضح من حضرتك. طبعا اتهمت كابتن مجدي. انا قلت انا وضحت ولا ليا اسره وليا اولاد. صح ايه الكلام ده؟ الكلام ده كله يلزمني يا كوبر ولا اي حد يلزمني. كابتن مجدي زي ما قلت ده مجدي مش ايه يعني هو مش ده خالص اللي احنا متوقعينه من كابتن مجدي. هو دايما يقعد يبذلنا بالجول، فالحمد لله طلع حاجه جديده ان هو ينسى الجول شويه بتاعه. ايوه يقعد يخبرنا انه ما سرق تيشرتين. دي حقيقه. هو بينفي كل الاشاعات اللي طلعت عليه وكل الاتهامات اللي طلعت عليه بسرقه الملابس بتاعه المنتخب بتاعه البعثه وكده، وبرطم زي ما بنقول يعني في مصر. وبيقول ان هو ولا بيهمه كوبر ولا بيهمه اي حاجه، مجرد سمعته اهم من كل شيء. نحن 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 ببرنامجنا دايما بنحترم جميع الشخصيات وجميع الاشخاص، بس عن جد يعني شخص يوقف بمؤتمر صحفي يعني حتى هو ما له علاقه فيه، يعني في شخص مسؤول عم يحكي بالمؤتمر الصحفي فيوقف ويصرخ بهذه الطريقه كمان على الصحفيه ويحكي بالفاظ، ما هذا شيء منه حلو. هذا مؤتمر كمان كان منقول على عده وسائل، شايفه كم مايك كان في قدام المتحدث، فبرضه مش حاجه مشرفه له، اكيد مش لمصر لانه هو بيمثل مصر يعني، بس مش مشرفه له يعني. هو شخص مزبوط انجز وعمل بالورد كاب كمان شغل، رغم انه هو مزبوط يمكن مثل ما انت بتقولوا قرف الشعب المصري فيه، بس اسمه كمان انه عمل شيء مهم. فليه يعني واحد بده اتنشن حتى لو بشيء مش منيح؟ فمفروض الشخص يوما ما خلص يعرف فيه ده ويقول خلص انا عملت اللي عندي وهلا في جيل تاني المفروض يكمل. هو بعد ما الاسطوره بتاعته اللي هي 28 سنه خلصت عايز يدور له على حاجه. ايوه يدور على حاجه جديده يلمع بيها تاني. مش هندي لك الفرصه يا كابتن. ماري حطتك براسي. محمود صلاح خلاص هو اللي هيبقى. مع انه الفيديو انت وياه اللي جمعكم مع بعض قال لك ماري اوعى تنسي هدفي. ده كان من سنه وشويه خلاص. طيب هذا كان شوية سوشيال ميديا حكينا فيها مع بعضنا. بعد عندنا ماتش لجمع ما بين البرتغال وأرجواي رح نحلله بالبارت اللي جاي. انطروا ورجعنا معكم ببرنامجنا الكرة على طريقتنا اللي بنحلل فيه الماتشات وبنعطي وجهة نظرنا وبنسمع لماري وبالسوشيال ميديا وبنسمع لساجد اللي هو اصغر محلل كروي. رح ضلني اقول اصغر محلل يصير عمره 30 سنه يكون هو اصلا كبير وانا بعدني عم اقول اصغر محلل. انت انا بقول هلا اصغر محلل عن عمر العشر سنين، بس انت صار لك وقت بتحلل. من اي عمر بلشت؟ من 9 من سنه. ساجد من 9 سنين بحلل. انا كمان عندي 9 سنين بلعب كوره. يعني تقريبا من 6-7 سنين. مش انت هلا 16-17؟ لا من 5 سنين. خمس سنين عفوا. اوكي طيب. طيب رح نحكي هلا عن الماتش اللي جمع ما بين اورجواي والبرتغال اللي خلص بنتيجه كمان حلوه، ما فينا نقول مفاجاه لان اورجواي كمان مرشحه انها كمان تروح بعيد بالمباراه بس بالورد كاب. بس رونالدو كان مؤسف لكل محبينه ولا اللي بيحبوا كره القدم وبيعرفوا امكانيات هيدا اللاعب كمان انه يشوفوه عم يخرج من كاس العالم من بعد هاتريك حطه باسبانيا ومن بعد كمان هو كان من متصدري كمان اهداف البطوله. رونالدو قدم مباراه سيئه جدا ليه، يعني من اسوا مبارياته. منتخب الاوروغواي يعني قدر يقفل على رونالدو، وهو منتخب البرتغال بيعتمد على فرناندو سانتوس المدرب بيعتمد على كريستيانو بس. فيعني انت عندك عناصر متميزه زي جونسالو جويدوس برناردو سيلفا لعيبه نجوم تقدر تعمل لك الخطه اللي انت عايزها ان انت توصل الكره لرونالدو في ال 18.
فانت اتقفلت على رونالدو وانا محدش بيساعده فاتقفلت عليه جدا. انا شايف الجون الثاني بتاع منتخب الاوروجواي عن طريق كافاني الجون كان سهل يعني محطوط في نص الجون، الكره محطوطه في نص الجون لكن الحارس كان واقف سرحان واول مره واحده يعني ما عرفش ينط عليها محطوطه في نص الجون. منتخب الاوروجواي منتخب متميز جدا، عنده سواريز وكافاني بقوا منسجمين بشكل كبير، يعني احنا شفنا كافاني لعب الجون الاول صحيح. من عند التماس وسواريز من التماس الثاني وخدها سواريز ومشى بيها وعرفها بيعرف وين واقف قبل ما يطلع من غير ما يبص بالملعب بيعرف انه كافاني اكيد واقف هناك بيروح عطيه. فمنتخب الاوروجواي بيقدم مباراه كويسه لكن مش هيقدر طبعا يكسب منتخب فرنسا طبعا، يعني منتخب فرنسا منتخب كبير ماتش مهم جاي ماتش مهم بس لو شفنا العيوب اللي جت من منتخب الارجنتيني لما كان في كثافه عدديه من اثنين مهاجمين جابوا جوان، لكن دلوقتي انت على طول الاوروجواي خطتها الاساسيه اثنين مهاجمين كافاني وسواريز مهاجمين اقوياء جدا فهتبقى صعبه لو استغلوا نقط ضعف الدفاع. رونالدو خرج راح يقابل ميسي على الطياره على المطار، اصلا في كمان صور بنشوفها على السوشيال ميديا انعملت على فوتوشوب اكيد انه ميسي على نفس ارضيه الملعب ميسي ورونالدو اثنيناتهم مطلعين من الملعب راسهم بالارض. طيب شو القصه؟ شو صار على السوشيال ميديا؟ الدنيا مولعه طبعا لان زي ما قلنا في اول حلقه انه اسمين كبار في كره القدم عامه يعني اكتر لاعبين معهم البالون دور يعني صح وادوا اداء يعني خيالي في المباراه بتاعتهم وبالعكس في الاخر كمان طلعوا يعني وما تاهلوش ان هم يوصلوا لاخر كاس العالم يعني التاهل بتاعهم مفيش. انا بالنسبه لي كان كرونالدو يعني كان بيلعب انا كنت حاساه منفعل كان قلبه على المباراه بس كان بطريقه ادت سلبي عليه هو اكتر حتى نفسيا حتى لما كان في الحكم اعترض على الكره ليهم كان متعصب عليها جامد فعل كتير على الحكم واخد بطاقه صفراء دي حقيقة يعني حتى لو تاهلوا كان ما راح يلعب قدام فرنسا دي حقيقه لانه كان عنده اوريدي بطاقه قبل كده صفراء حتى الانفعال بتاعه يعني بعد المباراه بخمس دقائق بس على السوشيال ميديا كانت الدنيا مولعه واخدين الصوره وعاملين عليها كوميكس وسخريه هو كمان لنكون حقويين كمان انه هو اول ما خلص جيم رجع راح سلم على الحكم يعني شفناه على الكاميرا سلم على الحكم وعمل له براسه انه مثل سوري بس بنفس الوقت الحكم كان شوي ظالم بهيدي الحركه لانه يعتبر كانت فاول وهن كان بدهم اي كره باي طريقه كمان لانه كانوا كمان خسرانين وداون فيمكن هيدا اللي ادى للانفعال بقلك خلص بنا خارج بس ما دام في تقنيه الفار كانوا ممكن يرجعوا لها لو ما هذا الحكم ما رجع للفار بكل الجيم ما رجع ابدا للفار. طب اليوم ماري بننتبه على انه كل فرقه بتكون معتمده على لاعب نجم مثل رونالدو مثل ميسي او حتى مثل محمد صلاح خلص عم بتكون خطه الفريق الثاني انه نسكر على هذا اللعيب نمنعه يعرف يتحرك بالملعب باقي اللاعبين مش رح يعرفوا يعملوا نتيجه فبهيدي الطريقه عم يكسبوا او عم بيعطلوا الفريق. هيدا الشيء مثلا ما قدروا يعملوا البرتغال مع اورجواي لانه عندهم اثنين عندهم كافاني وعندهم سواريز حتى الجول اللي انحط البرتغال حطوا بيبي حتى مش انه حطوا هجوم لانه كانوا عم بيكونوا مسكرين. ميسي نفس الموضوع ما حط اهداف يمكن حط هدف واحد من بعتقد كانت من رميه حتى من ضربه حره فرنسا ماتش فرنسا لا مش فرنسا الماتش اللي قبله في مباراة نيجيريا يعني خلص عم بتكون الخطة سكروا على اللاعب النجم اللي الفريق راح يفرط فصار عم بيكون اكثر تيم بلاي الموضوع بس عم باخذ رايك موافق على رايي موافق على طبعا طيب كثير منيح ميرسي عزيزه بتكون طيب نو طيب رونالدو قلب السوشيال ميديا بس كمان رونالدو عمل موقف عمل لفتات حلوه جدا ان هو وقف المباراه وقت ما كافاني اتصاب وراح ساعده يعني طيب بخاطره يعني حضنه وهو خرج دي حقيقه ودي روح رياضيه عاليه قوي 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 من لاعب احنا متوقعين ان هو يعمل ده غير المعتاد بتاع رونالدو طبعا ومش زي ميسي يعني لا هلا اذا بدنا نكون هلا حقيقيين بعيد عن كره القدم لا اللاعبين عندهم اخلاق عاليه اللاعبين عندهم اخلاق كثير عاليه بس انا لاحظت حاجه في المباراه ان الحارس بتاع البرتغال طلع زي مباراه المانيا وكان هيجي فيهم الجون الثالث عنب جون عنب ثاني فاكر الماتش بتاع المانيا وكنا عم نحكي عن رونالدو والاخلاق الحلوه اللي عملها رونالدو مع كافاني
كمان نحن دائما بنضوي على اشياء لانه اوقات عاطله بعالمنا العربي او حتى على النتيجه المخزيه للمنتخبات العربيه، بس كمان لازم نضوي على انه جمهور المنتخبات العربيه كان كمان مشرف. صح. مثل اللي رح نشوف هلا الصور، الجمهور السعودي والجمهور المصري كمان عم بينظفوا الملاعب المدرجات عفوا من مكان ما هن قاعدين. مش بس اليابان بيشتغلوا بهذه الطريقه او الكوريين، لا كمان العالم العربي كمان كان المنتخبات العربيه والجمهور تبعها كانوا مشرفين كمان لبلادهم. فهذه كمان ثقافه حلوه ان احنا ننقلها للعالم يعني. صحيح، بالنهايه هي الرياضه، ما هي الرياضه، الرياضه اخلاق مش بس اهداف و بس. لا والمفاجاه بقى يعني انا بالنسبه لي استفزتني الصراحه، انا لو شفتها دي كنت هولع في العماره. قدام مقر اقامه منتخب الارجنتين في الاوتيل بتاعهم في عماير، اوكي، عماره منهم رسمن لهم صوره لرونالدو قدام منتخب الارجنتين بعرض الحيطه بتاعت العماره. انا ما شفتش استفزاز كده يعني، دي مش روح رياضيه بقى، احنا كده بوظنا الدنيا. دي تاني دي برضو مناقشات برضو حلوه يعني. اكيد يعني، بس نحط لهم بقى صوره ميسي قدام المقر الاقامه بتاعتهم. طيب ما قلتي لي الهاشتاج شو عامل ما بين البرتغال والاورجواي؟ ما بين البرتغال والاورجواي فوق 1.5 مليون، بس هو برضو يعتبر قليل بالنسبه لفرنسا ارجنتين. بس ما تنسي فرنسا ارجنتين كمان كان المباراه مليئه بالاهداف، فكان كمان شيقه. فاللي ما بيستخدم حتى السوشيال ميديا فات ليكتب وفات ليعطي رايه. الصحف ما بين رونالدو وميسي قالوا لهم باي باي. صحف ودعوا طبعا نجمين الكبار. قالوا له باي باي ميسي، باي باي رونالدو. دي حقيقه. وطبعا نازلين صور كثيره سخريه على البطلين يعني، هنقول الابطال هم برضو لان هم وصلوا لحاجه كبيره. عاملين لهم بقى كوميكس وان هم مروحين في طياره واحده، ان هم رايحين طريق مطار واحد، وفي طريق عاملين طريق زي المونديال كده وطريق المطار كده، وحاطين رونالدو وميسي بيتقابلوا في اول الطريق. فهي حاجات بتضحك طبعا وكل حاجه، بس بتضحكنا احنا بس ما بتضحك رونالدو وميسي ابدا اكيد يعني، ولا جمهورهم يعني. طيب قبل ما ننهي حلقتنا، كافاني حط جول بوجهه مش براسه، هو كان بخده من هنا هيك حط الجول. شفت حدا شاف سواريز كيف بيمثل؟ سواريز طالع راكد عليه اللاعب ضربه بظهره، شفت كيف حط ايده على راسه ده مش 10 دقايق بس امشي يعضه تاني. المهم الشخصين دول يعني بنحبهم او ما بنحبهم عاملين قلق، عاملين قلق لفرق كبيره. هلا انا بعرف جوابك لانك محب للفريق الفرنسي، بس هل بتعتقد رح تكون مباراه شرسه ولا لا بتعتقد انت انه النتيجه رح تكون محسومه لفريق من الفريقين، ومبدئيا يكون الفريق الفرنسي لانه قدم مباراه كبيره كثير قدام الفريق الارجنتيني؟ لا المباراه تبقى منافسه كبيره جدا يعني، الفريقين ممكن في اي لحظه يسجلوا ويكسبوا يخطفوا. الاثنين الفريقين عندهم لعيبه متميزه جدا هنا، مش في الاورجواي مش كافاني وسواريز بس، لا ده في جودين ورا وخيمينيز بتاع اتلتيكو منسجمين مع بعض، مارتن كاسيرس بتاع لاتسيو في القلب، فيتسينيو بتاع انتر ميلان، بنتانكور بتاع يوفنتوس، لوكاس توريرا بتاع سامبادوريا. لا نجوم متميزه جدا عند المنتخب الاورجواني مع واشنطن تباريز صاحب ال 71 عام طبعا. لا فرقه متميزه، وفي اي لحظه يقدر الفرقتين يكسبوا. نفس الترجيحات برايك انت؟ انا وسجد ايد واحده، ايد واحده بفرنسا مع فرنسا. احنا بقينا فرنساويين اصلا، مش هو كان ماضي ساكت دونك دي؟ دونك دي لا، ما انا اصلا انا فرنساوي اصلا. بجد؟ انا خلقت بمستشفى هونيك على الشانزليزي. ايه هونيك انا خلفني دكتور على الشارع الرئيسي فرانسوا ميتيران، بعدين عمل رئيس جمهوريه منتخبهم بس كان. طيب هذه كانت حلقتنا لليوم، نحن رح نتقابل مع بعضنا بكره لنحلل المباراه اللي رح تجمع ما بين اسبانيا وروسيا وما بين كرواتيا والدنمارك. بسرعه، روسيا ولا اسبانيا؟ اسبانيا. كرواتيا ولا دنمارك؟ ايه ده مقلب ده. كرواتيا ولا دنمارك؟ كرواتيا. يلا بكره بنحسب ساجد وماري على نتائجهم، نحن بنشوفكم بكره بحلقه جديده، تصبحوا على خير.